سلام عليكم يا احلى اخوات. النهارده او الساعه دي واخدني الحنين قوي قوي. نرجع لزمان، هنرجع لزمان شويه. معظم الناس الاصدقاء بتوعي من زمان، مش عاوزه اكبركم. نرجع لتلفزيون زمان. انا ما بعترفش بتلفزيون دلوقتي، انا واحده سبعيناتي ثمانيناتي. هنخش على طول نرفع الفيديو، لايك حلو منكم واشتراك فضلا منكم ليس امر. نخش على اعلانات زمان. فاكرين الراجل ده؟ فاكرين لما كان بيقول هيجوزوني؟ ما نعرفش لغايه الان اتجوز ولا ما اتجوزش، بس كان حدانا او عندنا فاكهه بنسمعها في الاعلانات، هيجوزوني. طيب فاكرين اعلانات زمان؟ الاعلانات المحترمه اللي كنا مش بنشبع منها، والراجل اللي الناموس كان مش بيسيبه، فاكرينه؟ طب فاكرين البركة دي؟ كانت عندنا كلنا تلفزيون زمان. أنا كان عندي أخوه، أو عند أبويا، عند بيت أبويا أخوه. هنقلب على بعض المواجع أكتر. فاكرين مذاعات زمان؟ فاكرين الأمارات اللي كانوا بيطلعوا علينا الطلة تفتح النفس، بتخلينا مش عاوزين نقوم من قدام التلفزيون؟ فاكرين عم حسن عبدين؟ مش عارفين ليه السر ولا لا، ولا الراجل ده اللي كان ينتشر ويتوغل. انا فاكراه، الحمد لله فاكراه. بوجي وطمطم، بوجي وطمطم اللي ما كنتش بكمل الفطار علشان اقعد استناهم. والله دي كانت التحلية بتاعت الفطار، ما كانش في دماغنا حاجة، كان الخبر رايق، ما كناش بنفكر في اي حاجة، نفطر اي فطار كده ونحلي ونقعد نستنى الناس الحلوة. الله يرحم زمان ست الكل، نيلي أم العريف وعروستي والخطبة، وقماشة كانت عريضة للمتعة والجمال، كانت نيلي السبب فيها، وشريهان وفطوطة الناس الحلوة، فوزير كانت بتمتع قلبنا قبل عينينا. والله العظيم نخش على شريهان، ربنا يشفيها يا رب وبارك في عمرها. فوزيرها الجميلة اللي كان فطيمة وكريمة، وإخواتها التلاتة، وألف ليلة وليلة اللي كنا بنستنى تاني يوم بفارغ الصبر علشان نسمع بقية الأحداث. سمورة وفطوطة ربنا يرحمه يا رب، سمير غانم وشريهان ونيلي، الناس دي والله العظيم ما تتعوض ابدا ابدا يا جماعه. كل لمسه ليهم ما كانتش تتعوض، وتنوع، تنوع غريب، ما حدش بيكرر حد، ما حدش بيعيد حد، كل واحد ليه طبعه، كل واحد ليه رتمه، كل واحد ليه تشويقه. فطوطه وسموره، شريهان، نيلي، كل سنه احسن من التانيه. واللي الزمان ارجع يا زمان، لياقه واناقه شياكه، كانت ناس عارفة بتعمل ايه. طبعا لازم ابعت تحية للمرحوم فهمي عبد الحميد، مخرج الابداعات التلاتة. فهمي عبد الحميد صاحب اللمسة السحرية في فطوطة وشريهان ونيلي، ربنا يرحمه برحمته يا رب، زي ما اسعدنا سنين سنين من التمانينات او من السبعينات لغاية التسعينات. نخش على التيل بقى، والله كله جميل وكله حلو. نخش على الشهد والدموع، رائعة إسماعيل عبد الحافظ، رائعة أسامة أنور عكاشة، وكل الممثلين اللي فيها تحياتي وتقديري ليهم جميعا. نسرين، خالد زكي، عفاف شعيب، يوسف شعبان، نوال أبو الفتوح، كلهم، كل القصة روعة 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 روعة. عيال اخواتي واخواتي بيعاتبوني، انت كل ما نيجي نلاقيكي فاتحه الشهد والدموع. طب اعمل ايه؟ ما انا مش عارفه عايشه في الزمان ولا الزمان اللي عايش فيا، ما انا مش عارفه انسلخ من جلدي واروح لمكان تاني. الحاجه الحلوه المعموله بحب تعيش. الناس دي كانت بتعمل باحترام، باحترام علشان كده عايش. ست الكل، ورده حبيبه قلب قلبي، مطربتي المفضلة، أوراق الورد. تعرفين العمل ده كان سنة كام؟ 79 لغاية الآن.
لو سمعته كل يوم ما بشبعش منه، وأغاني ورد اللي فيه اللي تدرس، وجمال وردة وإحساس وردة الحلو اللي بيوصل للقلب والأم المظلومة مع ابنها، ومع ذلك ما عملتش حاجة تخلي الأب صغير في عين ابنه. ده الابن الصغير، وده لما كبر بيسألوا، يعني كانوا مستضيفين وردة معرفتوش بعد 40 سنة من المسلسل. أوراق الورد من أحسن أحسن المسلسلات اللي بنعشقها. الله، ذئاب الجبل اللي الشوارع كانت بتفضى علشانه، فاكرينه كلنا تقريبا سنة 93، فاكراه علشان للأسف أي ده اتجوزت في السنة دي. بضحك معاكم طبعا. المسلسل ده اللي كان يمشي في مصر ساعتها عموما، في الشوارع، مش في مصر عموما، في شوارع مصر من قراها لحاضرها، كان بيلاقي الشوارع فاضية، هس، مفيش نفس، مفيش حركة، مستنيين البدر والبدار هيروح فين، وردة هترجع، وردة راحت فين، وهكذا. ولا الحلقة الأخيرة، لو حد كان طايل الضابط عصام كان قبض عليه هو، ورجوع وردة والختام والموسيقى ولابد من يوم معلوم وهكذا. يا سلام، ما مش ممكن، مش ممكن قفلة مسلسل مفيش أجمل من كده. الشوارع مفيش نفس، أقسم بالله أنا فاكرة الموضوع لأنه كان سنة 93، فاكراه عن ظهر قلب. نخش على أبو الأبطال، مين كان عنده ده؟ معظم الناس كان عنده ده، غير الأرياف ما كانش عندهم، عشان ما نكدبش، الأرياف كان عندهم المحروس ده اللي كان صوته بيخلي الشاطر فينا ينام، الشاطر فينا ينام. لأ، ما كانش عندنا التكنولوجيا بالنسبة للزمن دي، كانت تكنولوجيا، واللي جاي ده كان رفاهية، اللي كان قبله ربنا ما يوريك، والشاطر كان ينام. الوحش ده عندي جوه دلوقتي، الوحش ده عندي جوه، أنا لسه، أنا شوش بقول لكم يا جماعة، أنا بقول لكم أنا ست قديمة في الأربعينات لكن قديمة. نخش على التنهيدة الكبيرة، لمة زمان وأيام زمان وليالي زمان. شايفين اللمة؟ شايفين كانت البركة عاملة ازاي؟ اللي على السطح بتغسل، اللي ملمومين حوالين بعض. لمة زمان، الألم الكبير والله العظيم. شايفين العيلة كانت ملمومة، دلوقتي كل واحد مكفي اليومين دول على محموله، لو قلت له انكفي أو حط وشك يعني على المصحف، لأ. شايفين انكات العيلة؟ شايفين اللمة؟ شايفين الفرحة اللي أصبحنا محرومين منها؟ شايفين كانت الناس بتذاكر ازاي ومع ذلك طلع منا نجيب محفوظ وأحمد زويل؟ شايفين كنا بننام في الصالة ازاي والبطانية على رجلينا من البرد، لأن رمضان زمان كان بيجي في البرد، الناس كانت على طبيعتها وعلى سجيتها، وتلفزيون واحد. العيد، لمة العيد، كنا بنلتم حوالين أم الله يرحمها ونعمل القرص. مش هنسى، مش هنسى لمة زمان وهي بتعمل حوالينا كده، والكحك والبسكوت والحلويات، ولمة رمضان وسفرة رمضان وعزومات رمضان. رمضان كريم، اللهم بلغنا رمضان، لا فقيدين ولا مفقودين يا رب العالمين. وفوازير رمضان، وفؤاد المهندس، وفطوطة، وسمورة، وعبد المنعم إبراهيم، وبوجي، وطمطم، ونيلي، وشريهان، والفوانيس. بحب الفانوس قوي، أبو شمعة. ندخل على هوانم زمان، مش هوانم جاردن سيتي، هوانم زمان. نخش على سهير شلبي، أحلام شلبي، سلوى عاصم، عزة مصطفى، فريدة الزمر، نجوى إبراهيم، الأحلام شلبي، سهير الإتربي، سامية الإتربي، مش عاوزة أنسى حد، حرام، الناس دي كلها ما تتنسيش، مش ينفع يتنسوا. مدام سميرة، سهير الإتربي، سهير شلبي، فريدة الزمر، صاحبة أجمل طلة الواحد ممكن يشوفها. هعد مين ولا مين ولا مين، عاوزة بكرة علشان النهار يطلع وأنا لسه بعد في أمارات الزمن الجميل وأصحاب أجمل طلة ممكن الواحد يشوفها.
بقول ايه ولا ايه؟ ماما سامية شرابي وبرنامج عروستي الصبح قبل الجمعة، هنقول ايه؟ ناس والله لن تعوض لن تعوض. شايفين الشياكة والذوق والرقة اللي كانوا فيها سهير شلبي، مدام سهير شلبي وطلتها الجميلة اللي مفيش أجمل من كده. ربنا يرحم اللي راحوا وربنا يدي الصحة للموجودين يا رب. للحجار ليه أغنية بتقول يا ترى إحنا اللي بنعيش الزمن ولا الزمن هو اللي بيعيشنا. أنا حبيت أفضفض معاكم شوية عن اللي روح. الناس اللي لسه معايا في الفيديو بشكركم جدا جدا جدا، على راسي وجودكم، على راسي تشجيعكم، دايما أصحاب فضل، دايما أصحاب خير. وكل اللي كانوا معايا في الفيديو عموما بشكرهم، بتمنى لكم دايما صحة والسعادة والستر من عند الله. معلش انا واحدة عايشة في الزمن اللي فات مش عارفة اطلع منه. عفافة راضي، وردة، فايزة احمد، سعاد حسني، نجاة. طب هنعيش الزمن اللي احنا عايشينه ازاي؟ ما هو صعب صعب، احنا تربينا على كده، فمش ينفع نعيد عقارب الزمن ونرجع تاني. انا بشكركم على راسي وجودكم، بحبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى احنا اللي بنعيش الزمن ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ ايوه.